هو حضرتك تنصح مثلا من سن كام يبدأ الإنسان زي ما يتشيك بننصح السيدات بالسرطان الثدي. الثدي بالنسبة للناس عموما سيدات و... المدخن لازم يعمل أشعة صدر كل 6 أشهر. تمام، المدخن يعمل أشعة صدر صدر كل كل 6 أشهر، 6 أشهر أشعة أبيض أسود دي العادية. أشعة عادية خالص. طيب طلع بيبان في أي فيها. حاجة تشكك أعمل له أشعة مقطعية. طب مش مدخن؟ كل سنة مرة. كل رجل أو سيدة؟ رجل أو سيد. في بداية سن؟ من الـ40 هو وفي مش نهاية مكتوب سن؟ الكلام ده مش بعد 40. 70 مش مهم بقى ولا؟ لا لا لا. على فكرة في بيبرز كتير اللي وصل لـ70 يعمل أي حاجة بقى. اه يعمل اللي هو عايزه ما بقى عندوش خلاص. مشكلة يعني. اه خلاص. اه ولما وصل 70 سليم هيكمل يعني. انما اللي عنده سكر وصل 70 ده كتر خيره، اللي عنده ضغط وصل 70 كتر خيره ويحافظ على نفسه، انما ما عندوش اي حاجه عند 70 ده حلو قوي. ده راجل لذيذ يعني. كويس. طب نرجع بقى، امتى الواحد يكح يعني يتعامل معاه بهدوء، وامتى لابد لما يكح فورا؟ اذا كح ورق شفريحه الدم جري على لازم طول. على طول، هو ده اول ما بيشوف الدم بينزل أو أجل. بالبيجامه. ما هو اللي بيحرك العيان يا استاذ محمود في مصر، مش هقول في العالم، اللي بيحرك العيان في مصر حاجتين مهمين جدا، الالم والدم. مظبوط طبعا بس. طبعا. بس يعني الانتفاخ بيجي لنا بعد سنه. يعني تسال واحد انت عندك انتفاخ ده بقى، يقول لك من 5 سنين. طب ما جيتش ليه من 5 سنين؟ صحيح، ما هو بيتعالج بقى، وقريبه بيقول له، زميله بيقول لا له، خد ما فيش فحم، حاجه، عنده دكاتره كتير حواليه يعني. خد فحم وهتبقى لذيذ. فوجود الكحه معاها بلغم معرق بدم، معرق او دم فرانك كده، ده على الدكتور ده جامد. تمام. كحه مع نهجان ما يسكتش عليه، يعني ابتدى ينهج لما يطلع السلم او لما يمشي خطوتين، حاجه هو مش متعود عليها. كحه بتقومه النوم. لا استنى بقى حضرتك، النقطه دي واحد مش متعود على النهجان، مش متعود على النهجان وجاله فجاه، يجري. انما ممكن واحد يكبر في السن فيبدا النهجان يلاحظ. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده خالص خالص. كبر نهج عيان، يعني الرئه فيها حاجه، القلب فيها حاجه، بس النهجان. عموما الانسان لما بيكبر بتبقى طاقته وقدرته وعضلاته وحاجته موافقك كلها تعبانه. موافقك. ما انا مش يعني هقول خطوه الواحد وهو بيمشي بتختلف. موافقك. لا يمشي ما يختلفش، بس ما قولوش العب كوره. لا تمشي خطوته ممكن تصغر تقل لا يعني. لا بس ده عنده حاجه بقى، مشكله في الجهاز العصبي. انما يمشي ما ينهكش. انما طلبتوش انه يلعب كوره. لا ما انا ما بتكلمش في ده. انا مش لما بتكلم في ده. نهج وهو ماشي يكشف. اوكي. يكشف او وهو طالع سلم او كحه ونهجان في وسط الليل، يعني بعد ما عينه راحت طبعا في النوم قام يكح او مش مستحمل انه ينام فلات كده، عايز يعلي المخدات، ده قلب، ده عيان تمام. قلب. فالكحه عرض خطير جدا جدا جدا. يعني مش قصدي خطير اخوف الناس، حاشا لا لله، هي اشاره، اشاره. لا يعني اهتم، بلاش هاخد دواء كحه دي. طيب شويه لبان ذكر هيصلحوا ممكن لك حضرتك الامور. تحكي لنا عن الحاجات اللي هي كانت حالات انت حسيت ان مهم ان الناس تعرفها، ان واحد جه لحضرتك يكشف كان عنده كحه مش عارف ايه، فحصل له ايه، فطلع ايه، اللي هي حاجات متعلقه يعني كلها بحكايتك ملفته يعني. عشان نستفيد من حضرتك من الحكايه دي. شفت عدد كبير جدا من اورام الرئه والعيان مستهتر مش فاهم، يعني واخدها سهل يعني. يعني هو بنظريه زمان السموكرز كاف، ما انا بدخن بكح. شفت واحد من الناس يعني اللي عزاز عليا جدا 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 يعني، كان برضه بيكح وكده، وشخص على انه قلب. فقلت له حضرتك ما عملتش اشعه على صدرك؟ قال لا انا هروح اعمل رسم قلب مجهود وكده. قلت له طب ايه المشكله يعني؟ طلع ورم، طلع ورم في الرئه. وعمل عمليه بره يعني، سافر عمل عمليه وزي الفل. الحمد لله الحمد لله. اهو ده جه شكلك بدري لما قوي. بدات القصه كده انا قلقت شكلك ايه. ده جه بدري قوي يعني، ده اتلقط بدري. اهم حاجه في الدنيا التشخيص البدري. تشخيص بدري بدري تضمن حضرتك الشفاء بنسبه 95%. اي مرض حتى السرطانات لو شخصتها بدري صحيح تضمنها. سرطان القولون
خسيس ليه ممكن يقعد 5 سنين عيانه 3 سنين مفهوش حاسس بحاجه امساك وانتفاخ وكلام فاضي آه. انما لو بدري وده بيتعمل له برضه منظار 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 في ناس كتير قوي بتخاف من المنظار ده دكتور لا ما لهمش حق لا ما لهمش حق انا شخصيا عندي منهم. برضو العيان اللي اقول له منظار ده يعمل لي بله يعني اصل سمعته وحشه ليه عشان هو زمان كان بيتعمل بصعوبه ايوه كان حديد كان ماسوره حديد فعليه عشان لما بدا المنظار كان بدا شيء مخيف وان كان الناس بتلجأ له للتشخيص ده خلص فلازم نعرف نقول للناس ان زمان كمان ما كانوش بيدوهم بنج دلوقتي بيدوهم بنج خفيف ها ما تحسش بحاجه خالص طب ما تحسش بحاجه خالص خالص وده حضرتك لو شفته زي خرطوم الجنينه يعني فايبر اوبتيك ده بيتلوي رفيع جدا والمريض تقريبا بينام انا اقول لحضرتك الحالات اللي شخصها المنظار يعني ترفع لها القبعه قول لي حضرتك واحد عنده تليف كبد وعنده دوالي مريء هنشخصه ازاي؟ قول لي وسيله تانية مش بس كده ده المنظار تشخيصي وعلاجي هربط له الاورده اللي في المريء او ححقنها بالمنظار لا اللي خاف من المنظار يبقى ملوش حق وبعدين حضرتك بتقول لي زمان اللي خاف من المنظار يطلع له حضرتك بتقول زمان المنظار كان قاسي في حاجه لما بتبدا بتبقى سمعتها وحشه زي مثلا المكن اللي هو كان بتاع الاشعه ده لما بدا كان صندوق فكان شيء مخيف جدا لما دلوقتي اتطور وبقى مفتوح كده بقت الناس ما تخافش منه تروح بقى فده المنظار كده المنظار خالص بدا بشيء يعني بدا كان ماسوره حديد فعلا كنت تخش من الشرج او من البق اتلغى خالص الكلام ده بقالنا سنين اكتر من 30 سنه احنا بنقول للناس برضو اللي هي يعني طب ما العربيات زمان ما كانت تروح في اسكندريه ب7 ساعات صحيح طبعا صحيح الطب اتطور جدا بتروح ساعه الطب اتطور جدا الدنيا اتقدمت جدا المنظار غير مخيف وبيعمل حاجات رائعه تاني بكرر التشخيص البدري بينقذ العيان بينقذه طيب الكحه دي يا دكتور متعلقه بالرجال والنساء ما فيش فرق بين الذكر والانثى في التدخين فيه في التدخين الرجاله اكتر من الستات في الكحه الكارثه دلوقتي الشباب التدخين في الشباب والبنات ابتدى يقربوا جدا نسبه من بعض كان زمان ما فيش سته تحط سيجاره بقها لا كان في كانت عيبه لا كانت بس عيبه كبيره يعني هقول لحضرتك حاجه بمناسبه الحكايه دي زمان كانت الستات عاملين لهم سجاير حريمي يعني سجاير لونها تركواز وسجاير لونها احمر وسجاير لونها اخضر وتلبس الكاب بتاعها كده في الاربعينات تاخد السجاير وتاخد السجاير اللي هي الملونه في علب طويله كده في مصر ايوه هتلاقي ده موجود والله بتاخد سجاره لون الكاب كان سجاير ملونه غير بقى الوينجز والبليمونت والحاجات دي فكانت موجوده طول عمرها السجاير بس طبعا النسبه بتزيد طبعا وفي الشباب في الشباب وفي البنات يعني حضرتك عملنا احصائيه كده مره مع دكاتره اساتذه الامراض الصدريه طلعت الشيشه في البنات ابتدت تعلى جدا صحيح في البنات طب ما فيش اي عرض كحه مختلف ما بين الراجل والست لا لا هي كحه الكحه يعني ما نقولش دي ست ممكن تبقى ما عندهاش حاجه ما ممكن تبقى الكحه في الكحه النفسيه اللي انا اتكلمت عليها اللي هي بتيجي في وجود مسميعه دي في الستات اكتر في الستات عموما الامراض النفسيه في الستات اكتر